تلمع علينا ما بينا شويه كنهبطنا لتحت كنلقى يعني رجال الامن كاينين يعني بواحد الصفه يعني كثيره، كاين منهم متفرقين كاين منهم واقفين حدا امام باب العماره يعني وداخل العماره. واحد الساعه كنشوفوا بان يعني ممنوع لا اللي يدخل لا اللي يخرج، فهمتيني يعني. ومع الهضره وداك الشيء عرفنا بان كاين واحد يعني بحال نقولوا احنا خلايا نائمه، مجموعه من العلب ومجموعه ديال يعني بزاف ديال الحوايج اللي هما كيساهموا في التفجير وكيساهموا بمواد يعني قابله للاحتراق. هي هذيك ورجال الامن كانوا يعني تما يعني نقول لك واحد خمسه د العناصر ولا سته د العناصر حاولوا باش يفتحوا الباب ولكن ما بغاش يفتحها. واحد الساعه اضطروا بانهم باش يكسروا عليه الباب صافي. هي هذيك فاش كانوا دخلوا صافي ولقاوه تما يا نائم، دخلوا وما يلقاو داك يعني داك البروف كامل تما محطوط صافي. بقاو كيديروا معاه محاورات، بقاو كيهضروا معاه، بقاو يعني هذا في الاخر هبطوا بحالتهم. فرحنا بزاف لان رجال الامن معانا وحاضيننا، وحنا بالذات اللي ساكنين هنا وما كناش ديال البال يعني بزاف ديال الحوايج، وكنشوفوا يعني رجال الامن بعادين علينا يعني وصبحوا وداروا الخدمه ديالهم. يعني اش نقول لك اللهم لك الحمد على بلادنا وصافي. هذا الشيء اللي كاين جينا بحق فرحنا لهذا الشيء هذا اللي شفنا حنايا، الشيء هذا اللي شلطوه دغيا فهمتيني. الحمد لله كان الخطر، كان الخطر بزاف فهمتيني. احنا بيدنا علينا وعلى المواطنين على الشعب المغرب كامل. كون عندنا سكوريتي وعندنا نقصنا شي تنظم الاول ديالو اي حاجه بالتعريف تدخل لها خايب المسائل داكشي منظم داكشي كامل فهمتي. هادشي اللي خصنا بالبلاد، الا كانت بلاد تكون مزيانه ما داكشي عشوائي كنشوف فيها الخاطر باش تكون بالبال ديالك. انا في الصباح جاي من كنسكن بعيد شويه وجاي باش نصلي في دورنا في الغوش، طلعت اذاعه واحد الاذاعه من ديال الاخبار، سمعت بان واحد الخليه شدت في الصباح في مدينه طنجه، وهذا يفرحنا الحمد لله. حنا بلاد دائما محميه الحمد لله، اللهم لك الحمد. الله ينصر المال. وهذا الله ينصر سيدنا وينصر الامن. حنا اللي شد حنا خصنا نشدوا في الامن باش يشدوا في الشعب. وهادشي اللي نقول له الحمد لله. حنا بلادنا معروفه عن الصعيد العالمي. انتم كتشوفوا حتى السياحه الحمد لله تكثرت، والناس كيجيو الحمد لله من كل بلاد. كيجيو مطمئنين من الصحراء من الكويره حتى طنجه بدون حرب بدون خوف الحمد لله ولك الحمد. السياح كيقولوا زعما المغرب زعما سي براف 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 المغرب، يعني عنده واحد الامن متشدد اللهم لك الحمد. ما بيناتها كنلقاو البوليس بارك الله، الله يعطيه الصحه الامن، زعما طوق الدنيا قادها. كانوا شي ارهابيين هنايا جاو كاين في هذه العماره، فدابا بينا كنسمعوا ارهابيين ما ارهابيين شدوا الناس بقاو قادوا المسائل ديالهم. الحمد لله عندنا الامن زعما في مستوى، ما كايناش زعما شي حاجه، والمغرب راه ديما المغرب مالكه بشعبه ديما قوي، وما يكون الخير ان شاء الله في البلاد.